بيبدأ فيلم النهاردة مع ستيفان وبنت فاكتوريا اللي بيروحوا يعيشوا في بيت في الغابة بعد ما مرات ستيفان بتموت، وبيجهز البيت وبتكون فاكتوريا حزينة بسبب وفاة أمها. وبعد شوية بيجي خالها وبيكون جايب لهم أكل والبيت بيعجبه. وبالليل ستيفان بيحكي لتيديا على حالة فاكتوريا وإنها مش عايزة تتكلم معاه، وبعد كده بيمشي. وتاني يوم ستيفان بياخد فاكتوريا علشان يتمشوا وبيطلعوا على قمة جبل عالي، وبعد كده بينزلوا من الجبل بس بيتوهوا وبيفضلوا يمشي في الغابة لغاية ما بيوصلوا لبيت واحد وبيقولوا له انهم تايهين، وستيفان بيقول للراجل انه عايز يغسل ايده. وبعد ما بيمشوا فيكتوريا بتتمشى في المكان وبتشوف كلب صغير وبيعجبها، والراجل بيديهوله هدية. وبعد كده الراجل بيوصله من البيت، وبعد ما بتوصل فيكتوريا للبيت بتخبي الكلب علشان ستيفان ما يعرفش، وبتسمي الكلب ده مستر. وتاني يوم بتخبي مستر في الدولاب علشان تروح المدرسة، وبعد ما بتمشي الكلب بيطلع وبيبهدل المكان. وبعد كده بتروح المدرسة وستيفان بيكلم فيكتوريا وهي بترد عليه وبيكون مبسوط جدا انها اتكلمت. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بيروحوا البيت وفيكتوريا بتلعب مع مستر، وبيدخل عليها ستيفان وبيشوف مستر وبيتضايق، بس هي بتقنعه انه يسيبه وهو بيوافق. وبعد فترة مستر بيكبر وهي بتحكي لأصحابها عليه في المدرسة، وستيفان بيعمل له بيت من الخشب. وبعد كده بيروحوا المدرسة وبيشوفوا واحدة اسمها ماتيلدا اللي بتكون شغالة في حماية الحياة البرية وبتديله الكارت بتاعها علشان تبقى تكشف على مستر. وبعد كده تيدي بيشوف مستر وبيقول لستيفان ان الكلب ده من سلالة الهاسكي. وبعد كده بتروح ماتيلدا لستيفان وبتقول له انها شكة ان مستر ده مش كلب وانه ديب، بس هو ما بيسمعش كلامها. وبعد كده بيروح ستيفان وتيدي وفيكتوريا علشان يتمشوا في الغابة، وهم ماشيين مستر بيهرب وبتروح ورا فيكتوريا علشان تجيبه، بس وهي ماشية بتشوف ديب وبتفضل ترجع بالراحة لغاية ما بتوصل لستيفان. وبعد كده بيجي مستر وبيفضل الديب ومستر يبصوا لبعض لغايه ما الديب بيمشي. وبعد كده بيروح الماتيلدا علشان تعرف ان ده كلب ولا ديب، وبيطلع في نتيجه التحاليل انه ديب 100%، وهي بتقول لستيفان انه لازم يوديه المحميه علشان هو خطير ولو المزارعين عرفوا هيقتلوه. وفيكتوريا بتزعل جدا وهو بيقول لماتيلدا ان فيكتوريا لازم تشوف مستر كل يوم، وهي بتقول له خليه معاكم بس محدش يعرف. وبيروحوا وبيعملوا بيت لمستر كبير. وبعد كده بيجي واحد من المزارعين وبيقول لستيفان ان في ديب اكل 2 من الخرفان بتوعه، وبيقول له لو عندك اي حيوانات خليها جوه، وستيفان بيقول له لا انا ما عنديش حيوانات. وبعد كده بيروح المدرسه علشان بيكون عندهم مسرحيه مدرسيه. وبعد ما بيمشوا بيجي المزارع تاني وبيدور في البيت على اي حيوانات لغايه ما بيلاقي مستر، وبيتصل على ماتيلدا وبتروح علشان تاخد مستر وبياخدوه وبيمشوا. وفيكتوريا بتزعل جدا. وبعد فتره بيجي تيدي اللي كان مسافر وبيتغدى معاهم، بس فيكتوريا ما بترضاش تاكل، وستيفان بيحكي له على اللي حصل. وبعد كده بيروح ستيفان وبنته لمؤتمر بيكون الناس عاملاه علشان يتخلصوا من الذئاب، وستيفان بيقول لهم ان الذئاب مش خطر، بس واحد من المزارعين بيزعق وبيتضايق جدا. وبعد كده فيكتوريا وهي في المدرسه بتشوف مستر وبتاخده وبيمشوا علشان ما حدش يشوفهم، وبتفضل ماشيه وراه لغايه ما بيوصلوا لمكان بعيد جدا وبيوصلوا لقطيع من الذئاب. وبعد كده بتروح ماتيلدا لستيفان وبتقول له ان مستر هرب، والمدرس اللي في مدرسه فيكتوريا بيتصل عليه وبيقول له انهم مش لاقين فيكتوريا، وهو بيطلع يجري وبيفضل يدور عليها لغايه ما بيوصل لمستر وبيمشي وراه لحد ما بيوصل لفيكتوريا وبياخدها وبيروح يقعدوا في بيت واحد من اللي هناك بسبب الجو ده. وبعد كده بتروح ماتيلدا وتيدي ليهم، وفيكتوريا بتقول لهم انها كانت عايزه تنقذ مستر، وماتيلدا بتقول لها انه راح مع عيلته. وبيخرج ستيفان وفيكتوريا وبيقعدوا برا وبيشوفوا مستر، وفيكتوريا بتجري عليه بس واحد من الصيادين بيضربه بالنار، وستيفان بيضرب الراجل ده وبياخدوا مستر وبيعالجوه. وبعد كده ماتيلدا بتجيب لستيفان تصريح انه يخلي مستر بس يكون في الجنب التاني من الوادي. وتاني يوم بياخدوا مستر علشان يروح لعيلته، وفيكتوريا بتحضنه وبتسيبه يمشي. وبيخلص فيلمنا لحد هنا. ولو عايز تشوف ملخصات اكتر ما تنساش تعمل مشاركة علشان الناس كتير تشوفه، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولو انت على اي موقع تاني ما تنساش المتابعة. كان معاكم عبد الرحمن حافظ، سلام.